تنتمناو سيرينال يقدم انجازات ما قدموهاش المدربين السابقين نظرا للتجربه ديالو الواسعه لا في افريقيا لا في اوروبا؟ حيت هو دا على درايه بالموضوع، دا جوج نتاع الكؤوس نتاع افريقيا، مره بكوت ديفوار مره بزامبيا. تنتمناو ليه حد يساعد مع المنتخب المغربي ويكون خير ان شاء الله. هيل فينينال هو كما كنعرفوا عليه هو مدرب كبير وداك الشيء، والوقت هو اللي غيولينا يعني من الممارسه وداك الشيء هو اللي غيولينا واش غيصلح ولا ما غيصلحش. واخا يجي هيربيرو نار ما غادي يدير معاهم والو. عندنا اشكاليه، ازمه اللعابه وازمه في سميتو الناس المسيرين عندنا في البلاد هما اللي فيهم الاشكال. هيربيرو نار يمسامبل كو سي كيلكان كي افي دي بيل شوز اون افريك، دونك الى غاني ان فات الى ان بون بالماريس. Ça peut être une bonne chose, ouais. S'il fait le même travail avec l'équipe nationale, ça veut dire qu'on va gagner une Coupe d'Afrique. En général, quand je me lève, les hâte moins fort, ou les drames montent à cause de vide, de l'ordre dialogue. باش منو لي الخير ان شاء الله. غادي نجيبو هيربيرو نار، خصو الوقت هو باش يشوف ليكيب اللي غادي يجيب، خصو لي زيليمون اللي غادي يجيب، خصو عاوتاني نقولوا حق المنتخب اللاعبين خصهم يتضبطوا مع الخطه ديالو الجديده. يعني هذه كان بالنسبه لي قرار خاطئ وغير صائب. ما عنديش عليه شي معلومات بزاف، ولكن سي بون كيقول انه بدا دو كوب، يعني مزيان، يعني بالنسبه لي مزيان. عنده اون بون ريبيتاسيون بارمي دي زيكيب لي زعما نقدر نقول لك زعما 90% يقدر زعما يقدر يقيدي ليكيب ناسيونال ويعطي دي بون ريزولتا بوكو با.